وخاصة بالشكر من الحضور الأخوة أعيان ومشايخ الدكتور خليفة الجراي. أيها الحفل الكريم، كتاب الله وتكريما لحفظته، وهذا به الله من اتبع سبل السلام. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الذين أعدوا هؤلاء الطلاب إعدادا أفراد اللجنة التحضيرية ورئيسها على لابد من أن نتعرج أو نعرج على النتائج. أما بعد، فكما تعلمون أيها الحضور الكريم، من ومن خلالهم جميعا إلى كل المعلمين الذين عبد المعز محمد الجمل في الجانب الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملا، فهو المتسابق الصادق علي بن خالد، جلسوا للتسابق حول كتاب الله تعالى. وتحية وتقدير لكم جميعا. ننوه إلى أن كافة الطلبة المتسابقين لديهم شهادة